رحلة رواد الأعمال الشباب محفوفة بالصعوبات، وهذا بالضبط ما يظهره برنامج The Startup Kids. يتطرق هذا الفيلم الوثائقي إلى صعوبات تأسيس شركة ناشئة والتضحيات التي يقدمها رواد الأعمال ونجاحاتهم النادرة، ويتضمن مقابلات عفوية مع مؤسسي شركات بارزة مثل فيميو، ساوند كلاود، دروب بوكس، ومع شركات استثمار كبيرة مثل أكسل بارتنرز، إلا أنه يدحض فكرة النجاحات السريعة للشركات الناشئة ويقدم جرعة من الواقع لرواد الأعمال الصاعدين، كما وأنه يظهر أهمية بذل التضحيات والعمل بشغف مستمر. والمميز في هذا الفيلم هو أن المخرجين قد أطلقوا حملة تمويل جماعي على منصة كيكستارتر لجمع المال. يأخذك إندي جيم في رحلة عاطفية قام بها ثلاثة مطوري ألعاب يناضلون لإنهاء تطوير ألعابهم وإدخالها السوق. وتماما مثل مؤسسي الشركات الناشئة، يجب أن يتمتع المطورون أيضا بشغف كبير والتحلي بإرادة قوية للاستمرار في تعديل منتجاتهم وخدماتهم. المميز في هذا الفيلم هو أنه يقدم لرواد الأعمال درسا مهما للغاية، يقضي بأن لا يمضوا كافة أوقاتهم في جعل منتجهم مثالياً، بل أن يحددوا تاريخاً لإطلاقه ويلتزموا به. فيلفش هو مطور ألعاب لقيت لعبته فاز ردود فعل إيجابية وقد أثرت فيه كثيراً، فاستمر في جعل لعبته مثالية إلى أن ما عادت السوق مهتمة بها. وقامت إندي جيم تماماً مثل ستارتاب كيدز بإطلاق حملة تمويل جماعي على كيكستارتر لإخراج الفيلم. حين انطلقت نابستر عام 1999، أحدثت ثورة في مجال الموسيقى عبر تقديم منصة لسماع الموسيقى وتنزيلها مجاناً. أسسها شون باركر وشون فانينغ حين كانا في 18 و19 من العمر، وحشدت شعبية كبيرة بين طلاب الجامعات مكنتها من مواجهة منافسيها العمالقة في مجال الموسيقى. ما يجعل هذا الفيلم هاماً لرواد الأعمال هو أنه يصور بطريقة عفوية مراحل نجاح باركر الذي انتقل من كونه مؤسساً شاباً ليصبح رئيس فيسبوك، والذي أسس بعض الشركات التي فشلت قبل أن يصبح مستثمراً في سبوتيفاي، وهي منصة عالمية قانونية لسماع الموسيقى. وبالرغم من أن باركر لم يكن الشخص الاعتيادي أبداً، إلا أن الفيلم الوثائقي يظهر صراعات وتحديات شخص يحاول تغيير الواقع. على عكس الأفلام الثلاثة السابقة، بروجكت كود راش أشبه بفيلم وثائقي كلاسيكي يعيدنا إلى بدايات الإنترنت عام 1998، حين قررت مجموعة من المبرمجين والمهندسين في نتسكيب نشر نص التشفيرات لموزيلا لتلقي ردود فعل من أفراد المجتمع. وكان أحد المساهمين حينها في 16 من عمره. العنصر الجاذب في هذا الفيلم يكمن في تصوير الصعوبات والنزاعات التي شهدتها الشركة. وبالرغم من أن AOL استحوذت على الشركة المناضلة عام 1999، إلا أن قرارها بنشر مصدر رموزها لمبرمجين ومطورين آخرين كان أمراً خارجاً عن المألوف حينها. ومن المذهل مشاهدة عملهم البطولي الذي أثر على حياتهم الشخصية وأظهر إلى أي مدى هم مستعدون للمخاطرة.